أسعد الله أوقاتكم من المنصة التربوية في طرطوس. معكم المعلمة أريج حمود من مدرسة رأس الوطى من مجمع بانياس التربوي. سوف نأخذ اليوم درس من دروس العربية لغتي للصف الرابع. بداية دعونا نتعرف على زملائكم من الصف الرابع الذين جاءوا معي. تفضل عرف بنفسك. مهدي مسعود. نيرال خليل. كليم حمود. حياة سلمان. أهلا وسهلا بكم أحبائي المبدعين. اليوم سوف نتنزه في مدينة القواعد لنتعرف على قاعدة جديدة من قواعد اللغة العربية، وهي الفعل المضارع المجزوم بلم ولا الناهية. بداية أحبائي، تعالوا لنشاهد سوية هذه المسرحية التي قام بها زملاؤكم في الصف، وهي محاكمة أحرف الجزم لم ولا التي قاموا بها في المدرسة. تعالوا لنشاهدها وننتبه جيدا على المسرحية، لأن بعدها سوف يكون معنا فراشات سوف يطرح عليكم بعد بعض الأسئلة لنرى مدى استيعابكم مدى متابعتكم لهذه المسرحية. مستعدون؟ نعم. هيا بنا لنشاهد المسرحية. وأنتما يا لم ولا ماذا تقولان فيما نسب إليكما؟ نحن حروف الجزم.
الفعل المضارع وسيقة الضمان النون. إن هذه قاعدة يا سيد القاضي وضعها النحو النون من سوء القدم، ندخل على الفعل المضارع ونجزمه فتصبح حركة آخره السكون عوضا عن الضمة. أيها المحامي، هل لديك أسئلة للمتهمين؟ نعم يا سيد القاضي، لم ولا لماذا اخترتما الفعل المضارع فقط لتقوما بتغيير حركته؟ هل بينكما عداوة سابقة من قبل؟ لا لا أبدا، ولكننا نقوم بعملنا فقط كما حددها لنا النحويون، فنحن لا يحق لنا الدخول إلا على الفعل المضارع. هل لا نافية شريكة لكما؟ والآن أحبائي، بعد أن شاهدنا هذه المسرحية هل أعجبتكم؟ نعم. كانت جميلة. كيف كانت يا مهدي؟ جميلة. حسنا جيد، سنرى. الآن سوف نقوم بهذه اللعبة، الفراشات، فراشات الربيع، بما أنه جاء فصل الربيع الآن سوف يطرحون عليكم بعض الأسئلة، وكل فراشة تحمل سؤال، ومن يستطيع الإجابة عن هذا السؤال الذي ستطرحه الفراشة سوف يستطيع أن يضعها في الإناء، سوف يصطادها. من مستعد منكم للإجابة عن السؤال الأول الذي سوف تطرحه الفراشة الأولى؟ نعم ميرال، الفراشة الأولى ماذا سوف تطرح؟ كيف عرف الفعل المضارع عن نفسه؟ في المسرحية، كيف عرف الفعل المضارع عن نفسه؟ تذكري؟ هو الفعل الذي يدل على حدث يجري في الزمن الحاضر والمستقبل وهو مرفوع. تعالوا نتأكد من إجابة ميرال لنرى إن كانت سوف تصطاد الفراشة. الإجابة إجابة صحيحة. أحسنت يا مبدعة، هو الفعل الذي يدل على حدث يجري في الزمن الحاضر والمستقبل وهو مرفوع، رائع، أحسنت. والآن الفراشة الثانية، من مستعد منكم ليرى ماذا ستطلب منه الفراشة الثانية؟ الفراشة الحمراء، تفضل يا هيا. ما هي مشكلة الفعل المضارع؟ ما هي مشكلة الفعل المضارع في المسرحية؟ تفضلي. دخلت عليه لم ولا الجازمتان وغيرتا حركته من الضمة إلى السكون فأصبح مجزوما. ما هذه الإجابة الدقيقة؟ تعالوا نتأكد إن كانت إجابتها صحيحة. إجابة صحيحة. إجابتك صحيحة يا هيا، دخلت عليه لم ولا جازمتان وغيرتا حركته من الضمة إلى السكون فأصبح مجزوما. خذي هذه الفراشة ضعيها في إنائك، رائع. هيا ننتقل إلى الفراشات الأخرى، هذه الفراشة الصفراء. نعم يا مهدي، ماذا ستسألك هذه الفراشة الصفراء؟ ما هي الجملة الأولى التي كان يسير معها الفعل المضارع مرفوعا بالضمة؟ الجملة الأولى التي كان يسير معها الفعل المضارع مرفوعا ما هي؟ تعبث بالأسلاك الكهربائية. تعبث بالأسلاك الكهربائية، هل هذا عمل جيد أن نعبث بالأسلاك الكهربائية؟ نعم ميران. كلا. تعالوا نتأكد بداية من إجابة مهدي. إجابة صحيحة. أنتم مبدعون، تعبثوا بالأسلاك الكهربائية. حسناً، خذ الفراشة وضعها في الإناء، أحسنت. الآن نعود، ها قد استطعتم أن تصطادوا إلى الآن ثلاث فراشات. الفراشة هنا، تفضل يا كليم، ماذا ستسألك هذه الفراشة؟ كيف أصبحت الجملة بعد دخول لا ناهية عليها؟ تعبث بالأسلاك الكهربائية، كيف أصبحت بعد دخول لا؟ تعبث بالأسلاك الكهربائية. بعد تحقق من الإجابة، رائع. إجابة صحيحة، لا تعبث بالأسلاك الكهربائية، هذا هو الفعل الصحيح، لا نعبث بالأسلاك الكهربائية، ضعها في الإناء، أحسنت. الآن هذه الفراشة،
من سيجيب؟ تفضلي يا ميرال. ما السؤال الذي ستطرحه عليك الفراشة؟ ما هي الجملة الثالثة يسير معها الفعل المضارع مرفوعا؟ تثرثر أيلول أثناء الدرس. تثرثر أيلول أثناء الدرس. أيلول تلميذة مجتهدة، تثرثر أثناء الدرس. سوف تدخل لنرى ماذا سوف يحدث. تعالوا نتحقق بداية من إجابة ميرال. إجابة صحيحة. تثرثر أيلول أثناء الدرس. تعالوا نكمل. أحسنتي يا ميرال، ضعيها في الإناء. الفراشة الأخيرة، تفضل يا كليم. ماذا سوف عليك هذه الفراشة؟ كيف أصبحت الجملة بعد دخول لم الجازمة؟ تثرثر أيلول أثناء الدرس. كيف أصبحت بعد دخول لم؟ لم تثرثر أيلول أثناء الدرس. أيلول تلميذة مهذبة. إجابة صحيحة. إجابة صحيحة. لم تثرثر أيلول أثناء الدرس، فهي تلميذة مهذبة. لا يجب علينا أن نثرثر، هذا عمل غير لائق. نعم، توافقوني الرأي؟ نعم. نعم. الآن أحبائي، ماذا؟ ها قد استطعتم الاصطياد جميع الفراشات، أحسنتم، إنه صيد موفق. الآن ماذا تعلمنا؟ ماذا تعلمنا؟ ما هو تعريف الفعل المضارع؟ نعم يا هيا. هو الفعل الذي يدل على حدث يجري في الزمن الحاضر والمستقبل. وهو ما هذه الإجابة الرائعة، بوركتي، أحسنتي. إذن هو الفعل المضارع، هو الفعل الذي يدل على حدث يجري في الزمن الحاضر والمستقبل وهو مرفوع. ما هي أحرف الجزم؟ تفضلي ميرال، ما هي أحرف الجزم؟ لم. أحرف الجزم يا لم و لا. لن. ما هي؟ ماذا تفعل أحرف الجزم بالفعل المضارع؟ نعم يا كليم. تجزم الفعل المضارع وتغير حركته من الضمة إلى السكون. ما هذه الإجابة، شكرا لك. إذن ماذا تفعل أحرف الجزم؟ تغير حركة الفعل المضارع من الضمة إلى السكون فيصبح الفعل مجزوما. أحسنتم، لقد استفدتم من هذه المسرحية. تعالوا لنقوم بهذا النشاط لنرى مدى استيعابكم. تفضلوا. الفرق بين لا الناهية ولا النافية، تتذكرون في المسرحية لا النافية حين حاولت المحامية نايا أن تتهمها، تقول أنها شريكة مع لم ولا ناهية. ماذا قالت لا النافية؟ ماذا قالت؟ نعم مهدي. هي أنا لا النافية لا عمل لي، ويأتي بعد الفعل المضارع مرفوعا بالضمة. رائع، تعالوا نتعرف الفرق بين لا الناهية ولا النافية. من يقرأ هذه الجملة؟ نعم يا هيا. لا ترفع صوتك. جيد. الجملة الثانية اقرأها كليم. لا يرفع صوته. حسنا، عندما أقول لا ترفع صوتك أنا نعم كليم، أنا أطلب. أنا أطلب، إذن هي لا، أنا أطلب. إذن هي يا ميرال هي طلبية. لا ناهية هي طلب. طلبية، رائع. وعندما أقول مثلا لا يرفع كرم صوته، كرم تلميذ مهذب أيضا وذكي، لا يرفع صوته أنا ماذا؟ أنا أعطيكم، أنا نعم مهدي، أنا أخبر. أخبر، إذن هي لا ماذا؟ خبرية. أحسنت يا كليم، إذن هي خبرية. ماذا تفعل لا الناهية؟ نعم يا ميرال. تجزم الفعل المضارع. رائع. ولا النافية ماذا تفعل يا هيا؟ لا النافية يبقى الفعل المضارع مرفوعا بالضمة. يبقى الفعل المضارع مرفوعا بالضمة، رائع. الآن تعالوا لنقوم بهذا النشاط. ادخلوا أحرف الجزم على الأفعال. الفعل الأول يهمل، إذا أردت أن أدخل عليه لم كيف يصبح يا هيا؟ لم يهمل. لم؟ إذا أردت أن أدخل عليها لا، نعم ميرال. لا تهمل. لا تهمل، رائع. ليس علينا أن نهمل واجباتنا. الفعل الثاني يأكل، من يدخل عليه لم؟ تفضل يا مهدي. لم يأكل. لم يأكل، تصحيح، نعم. من يدخل على يأكل لا؟ تفضل يا كليم. لا تأكل. لا تأكل، أحسنتم، بوركتم. لدي أيضا هذا النشاط الثاني وهو بعكس هذا النشاط. هنا لدي
النشاط الثاني سيكون لدي فعل مضارع مجزوم، والآن سوف أحذف أحرف الجزم، أحذف أحرف الجزم وأضبط حركة آخر الفعل. هذه الجملة من يقرأها؟ نعم يا أحمد، عفوا نعم يا مهدي. لم يستيقظ أحمد باكرا. أحمد زميلنا عادة يتأخر في الاستيقاظ ويتأخر عن المدرسة. لم يستيقظ أحمد باكرا، كان هكذا في السابق مع لم، والآن عندما نريد أن نحذف لم كيف تصبح الجملة؟ نعم يا هيا. يستيقظ أحمد باكرا. أحسنتي، يستيقظ أحمد باكرا، أصبح يلتزم بمواعيد المدرسة ويأتي في موعد المدرسة بالضبط. الجملة الثانية اقرأيها ميرال. لا تذهب إلى الحديقة. تذهب إلى الحديقة، لماذا أحب الذهاب إلى الحديقة؟ كيف تصبح إذا حذفت لا أنها هي كليم؟ تذهب إلى الحديقة. تذهب إلى الحديقة، رائع، كم أنتم مبدعون ورائعون. حسنا، الآن ننتقل إلى هذه اللعبة الجميلة. لدي هذه الصورة، من يشرح لي ماذا يشاهد في هذه الصورة؟ نعم ميران، ماذا تشاهدين في هذه الصورة؟ أشاهد في هذه الصورة حائطا ملوثا بالكتابات العشوائية. لا يجب أن نكتب على الجدران أبدا. حسنا، وهذه الصورة الثانية من يخبرني ماذا يشاهد؟ نعم هيا. أشاهد في هذه الصورة طفلا يرفع صوته أثناء الكلام. أنت، ما هذه الإجابة الجميلة. الصورة الثالثة، نعم يا مهدي. أشاهد في هذه الصورة طفلا لم يغسل يديه قبل تناول الطعام. نعم، إنه يتناول الطعام ويداه متسختان. الجملة الأخيرة، نعم كليم. أشاهد في هذه الصورة فتاة تشم وردة البستان. رائع، الآن دعونا نقوم باستراتيجية الشجرة المثمرة. نعم، سوف أقدم لكم هذه الشجرة وعليها التفاحات الحمراء، عليكم أن تختاروا الإجابة التي توافق كل صورة. جاهزون؟ نعم. سوف أوزع عليكم على كل مجموعة، مجموعة الزهور ومجموعة الفراشة. عندما أقول ابدأ تبدأوا لنرى من سوف يفوز. تفضلوا. نضع التفاحة المناسبة على الصورة التي تناسبها. تفضلوا يا فراشات. عندما أقول ابدأوا تبدأوا. حسنا، تستطيعون أن تبدأوا الآن. هيا دعوا علقوا الثمرة على الصورة التي تناسبها. شجرة الفعل المضارع المجزوم. من ينتهي أولا من المجموعتين يرفع يده. هذه المجموعة لقد مجموعة الزهور. أحسنتم، أنتم الفائزون. حسنا، أنتم سوف تجيبون على الخيار الأول. هذه الصورة ما هي الثمرة التي تناسبها؟ نعم ميرال. لا تكتب على الجدران. على الجدران، تستحقون تصفيق حار. دعيني أرى الشجرة لو سمحتي، كم هي، كم أصبحت جميلة. ودعوني أرى الشجرة أيضا. جيد، طيب الجملة الثانية هنا. نعم مهدي. لا تتكلم بصوت مرتفع. لا تتكلم بصوت مرتفع، عندما نتكلم نتكلم بصوت هادئ ولطيف، لا نتكلم بصوت مرتفع. هذه الجملة ما هي، ما هذه الصورة، ما هي الجملة التي تتوافق مع هذه الصورة؟ تفضل يا كليم. لم يغسل يديه قبل تناول الطعام. بوركتا يا صديقي، أحسنت يا صغيري. نعم، الجملة الأخيرة ما هي الجملة التي توافق هذه الصورة؟ نعم، لم تقطف زهرة البستان. أحسنت يا مبدعة، لم تقطف زهرة البستان، رائع، كم أنتم رائعون. لقد استفدتم جيدا من هذا الدرس وأجبتم بشكل دقيق ورائع. الآن قبل أن ننتهي، هنالك ساعي البريد جاء وأحضر لكل واحد منكم رسالة. هذه الرسالة لهيا، فيها سؤال ليختبركم ساعي البريد ليرى إن كنتم قد استفدتم فعليا من الدرس. تفضل هذه الرسالة، افتحها يا كريم. افتحها يا هيا. تفضلي ميرال، هذه الرسالة من ساعي البريد يحمل إليكم بعض الأسئلة ليرى من سيفوز بهذا بالتاج
من سيحصل على التاج؟ طيب ساعي البريد ها قد وزع عليكم بعض الأسئلة. السؤال الأول مع كليم، يلا تفضل يا كليم، ما هو السؤال؟ أعرف الفعل المضارع. عرف الفعل المضارع. هو الفعل الذي يدل على حدث يجري في الزمن الحاضر والمستقبل وهو مرفوع. إجابة رائعة، أحسنت. السؤال الثاني، السؤال الثاني مع هيا، تفضل يا هيا. ما هي أحرف الجزم؟ ما هي أحرف الجزم؟ لم ولا ناهية. أحسنتي، بوركتي يا صغيرتي يا حلوتي. السؤال الثالث مع من؟ لك يا مهدي، تفضل. أعطي مثالا عن مثالا عن جملة تبدأ بلم الجازمة. لم يلعب كليم في الشارع. هذه الجملة الجميلة، لم يلعب كليم في الشارع، رائع. كليم يلعب في الحديقة، لا يلعب في الشارع والسيارات تمر. والسؤال الأخير من ساعي البريد لك يا ميرال، ما هو؟ أعطي مثالا عن جملة تبدأ بلا ناهية. لا ترافق أصحاب السوء. ما هذه الجملة الرائعة؟ لا ترافق أو لا تصاحب رفاق السوء، رائع، جملة رائعة. شكرا لك يا ميرال، شكرا لكم جميعكم. الآن سوف نرى ما هو حكم القاضي في على أحرف الجزم برأيكم. ماذا سيحكم القاضي على أحرف الجزم؟ هل هي متهمة أم ستكون بريئة؟ ما رأيك يا ميرال؟ بريئة. لماذا؟ نعم هيا. لأن هذه قاعدة. لأن هذه قاعدة. تعالوا نشاهد ماذا حكم القاضي على أحرف الجزم. وبعد التشاور والتداول ومراجعة كتب النحو والإعراب وسؤال المختصين، رأت المحكمة أن تغيير حركة الفعل المضارع عند دخول لم ولا تصبح حركته السكون ليست تهمة وإنما قاعدة نحوية، وعلى هذا حكمت المحكمة ببراءة أحرف الجزم لم ولا. يا يا العادل، يا يا العادل. والآن بعد أن شاهدنا ماذا حكم القاضي وشاهدنا هذه المسرحية، لقد استمتعت كثيرا معكم في هذا الدرس، ودعوني أوزع عليكم الآن هذه الملك. شكرا يا ميرال الملكة، ثبتيه جيدا لو سمحتي. هل جيد؟ شكرا يا هيا المميزة، كم أنت جميلة ورائعة، شكرا لكم جميعكم. شكرا، شكرا لك يا كليم، بوركت جهودكم جميعا. شكرا لجهودكم، وإلى اللقاء في درس آخر إن شاء الله. شكرا.